السلام عليكم. محدش يقلق وافتكر ان احنا هنشرح دي تاني، انا عارف ان انتوا زهقتوا منها. ده شرح نضوج البيم حسب الكود البريطاني 1192 الجزء الثاني، تمام؟ فبيقول لك ان احنا ليفل زيرو، اللي هو احنا شغالين بالورق او شغالين بالكاد، بنعمل حاجه خطوط ويعني بالشغل سليم يعني. ليفل 1 بيبقى فيه بقى نظام معين، في كود انت شغال عليه، في مكان بتعمل في الشغل، وفي مكان بتشير، وفي مكان بتعمل اركايف. فده الليفل 1. ليفل 2 بيبدأ بقى نشتغل مع بعض ونطلع شغل كويس ونعمل كولابريشن مع بعض. الليفل 3 بنبدأ بقى نبقى فيه انتجريتد، ويبقى فيه تكامل بين الموديل. تمام، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده اكتر من مره، فمش هنرجع عشان الناس ما تنساش مننا. ده النموذج اللي هنتكلم فيه النهارده، اللي هو النموذج الاسترالي، وتقريبا هو بس يعني شغل الجرافيك كويس. تمام، اللي هو تواردس انتجريشن. ده بيتكلم برضو ان احنا عندنا، احنا كنا فين؟ اهوت كنا بنشتغل يا اما بالمانيوال يا اما بنشتغل بالكات 2 دي. المفروض بدأنا نخش في موضوع ان الحاجه تبقى 3 دي، موديل 3 دي. بعد كده المفروض بقى ايه موضوع الكولبريشن، نبدأ نتواصل مع بعض ونبدأ المعماري مثلا يعمل موديل اللي هو الديل الانشائي، دي الكهروميكانيكال وهكذا. في وان واي بيبقى في مسار معين، مفيش ان انا اعمل سنكولايزيشن او اعمل ريلود اشوف الشغل على طول، لا، في مسار لازم يصدر الحاجه ويبعتها لي، وبعد كده انا استوردها واشتغل عليها واصدرها له. ففي زي مسار كده، المعماري يدي الانشائي، فالانشائي يعمل شغل، وبعد كده يصدر الاف اي في سي للمعماري، وبعد كده وهكذا. التو واي الاتنين بيتبادلوا مع بعض. المفروض بقى ان احنا ندخل في موضوع السيرفر، الناس كلها تبقى شغاله وفي نفس الوقت، ويكون نفس الجهاز، وممكن يكون احنا كلنا شغالين على نفس الموديل في اكتر من دوله، وكلنا دي مش معناها معماري وشغل كهروميكانيكال بس، لا، يعني ان حتى الناس اللي بتشتغل 4 دي 5 دي 6 دي، الناس اللي عايز تعمل اي حاجه هو نفس الموديل شغال عليه، مش بيقول له صدر لي الحاجه، صدر لي الطرش والحاجات ديت. تمام، ممكن برضو نشوفها بشكل اخر. تمام، هو نفس الكلام، هنا انت شغال هنا 2 دي مانوال او كاد 2 دي، بعد كده بدات تدخل في 3 دي وتعمل حاجه شكلها حلو، بس برضو ايزوليتد، يعني مش متواصل او مش متعاون مع الاخرين. بعد كده بتبدا بقى ايه بروتوتايب، بتبدا يبقى في نوع من الكولابوريشن مع بعض، ويبدا نتبادل المعلومات، ونبدا يبقى في اللي هي الوان واي او سواء تو واي. وبعد كده بندخل بقى في الانتجريشن والتكامل. تمام، وبيبقى مثلا عندي ويب سيرفر، والناس كلها تبدا تتكامل عليه، ويبقى في كل حاجه انت عايزها. يعني حتى لو عايز دورة حياة المنتج اللي هي اللايف سايكل، تقدر تاخد المعلومات اللي انت عايزها، عايز تعمل سيفتي، كله بيتعاون مع بعض وكله بيشتغل على نفس الحاجه. تمام، ده نقدر نقول ندوق البيم بالاسلوب الاسترالي. والسلام عليكم.